أهلا بكم. قال التقرير السياسي الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أنه منذ 8 شهور ومنصب رئيس البرلمان الحالي شاغر لتستمر المناكفات والجدل والصفقات السياسية لاختيار بديل لهذا الرئيس دون جدوى أو الوصول إلى اسم متفق عليه من جميع الأطراف السياسية. وأضاف التقرير السياسي أن العملية السياسية الطائفية القائمة على المحاصصة واستغلال المناصب لأهداف شخصية وحزبية تسعى منذ نشأتها بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 لمنع أي رئيس مجلس للنواب من إكمال فترته في استخفاف واضح من حكومات الاحتلال بمنصب رئيس البرلمان والمنظومة التشريعية وتثبيت حقيقة أن الأمور تدار بطريقة النفوذ والسطو لتمرير القوانين والبطش والتنكيل أو لإبعاد من يخالف أو إبعاد المخالف أو من يعترض على سياسات المتغول، والأمر الذي يؤكد أن المشاركين في العملية السياسية الحالية خاصة المحسوبين على السنة ليس لهم من الأمر شيء، وهم مجرد رقم يراد له أن يكون بمثابة شهادة زور لتحقيق شرعية كاذبة وزائفة للنظام السياسي القائم في العراق، حيث بات من الواضح أن النظام السياسي ومن ورائه القوى والإرادات التي تسيره اتخذت قرارها بالانتقال من حالة الطائفية السياسية التي حاول فيها فرض واقع مشوه على العراقيين إلى حالة تمكين الطائفية المجتمعية رغما عن العراقيين جميعا تحت مظلة القانون، لأن ما فشل في تحقيقه بواسطة الأولى بما يضمن بقاءه واستمراره يدفعه إلى الوصول إليها بامتطاء الأخرى. كما تطرق التقرير السياسي الجديد إلى قضايا وملفات عراقية وعربية أخرى مهمة سنحاول تسليط الضوء عليها قدر المستطاع في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار التي سنطرح فيها الأسئلة التالية. لماذا فشلت الأحزاب والكتل السياسية المحسوبة على السنة بعد 8 شهور في اختيار رئيس جديد للبرلمان الحالي على وفق سياقات المحاصصة الطائفية للنظام السياسي؟ وهل استدعاء اللغة الطائفية بين السياسيين من جديد عبر الجدل بشأن القوانين والتشريعات هو للتشويش على ما يجري في العراق من فشل طاغ وإخفاقات؟ وهل فعلا أن النظام السياسي في العراق انتقل من حالة الطائفية السياسية إلى محاولة تمكين الطائفية المجتمعية تحت مظلة القوانين؟ وكيف انتقل المحور الإيراني من تعزيز قواعده في العراق ونفوذه إلى مرحلة تهديد دول الجوار والمنطقة والاعتداء المباشر عليها؟ ضيفاء الطاولة أيمن العاني عبد الله سلمان. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستسلط الضوء على التقرير السياسي الجديد الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق. ضيف الطاولة الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف، ويكون أيضا معنا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. نبدأ مع ضيفنا من كوبنهاغن الأستاذ عبد الله سلمان إذا كان يسمعني. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخيرات، أهلا بك وبضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. أهلا وسهلا، ارفعوا لنا الصوت، بدأ أسمعنا شوي بشكل واضح. طبعا راح نبدأ مع ضيفنا أستاذ عبد الله سلمان إلى أن يلتحق بنا ضيفنا من عمان أيمن العاني. أستاذ عبد الله، تطرق التقرير السياسي في الهيئة أنه الأحزاب والكتل المحسوبة على السنة سنة العملية السياسية بعد 8 أشهر من الجدل والمداولات والصفقات والتسويات فشلت في اختيار رئيس جديد للبرلمان وفق سياقات المحاصصة الطائفية للنظام السياسي. هذا الفشل لماذا ما دام يجري وفق يعني قواعد اللعبة المتفق عليها والكل قد انخرط بهذه اللعبة ويعرف يعني مساحته وحصته، لماذا هذا الفشل؟ هذا تحية لك مجددا. حقيقة هذا الفشل لم يأتي من جديد، وإنما من بداية العملية السياسية قبل هذا التجمع الذي يسمى بالمكون السني، يعني سياسيا نحن ضد التسمية الطائفية بالتأكيد، لا نقصدها إلا تعريفا للمعاني الموجودة. فبالتالي هذا المكون هو ارتضى لنفسه أن يكون حقيقة شاهد زور وأداة بيد المحتل، لأنه قبل بهذا التوزيع الغير منصفة
للمجتمع العراقي وغير منصفه ايضا في الواقع الحقيقي. فمن ذلك الوقت فشل في كل تحقيق اي تقدم نحو اثبات نفسه على الاقل في مجال المحاصصه. اضافه الى ان هذا التجمع الموجود خضع من بدايه الى الطرف الاقوى في العمليه السياسيه وهي ايران، فبالتالي قبل ان يحج الى ايران قبل ان يحصل على الموافقه في ان يكون رئيس برلمان او عضو رئيس برلمان او نائب رئيس جمهوريه او وزير، فبالتالي هم اخضعوا انفسهم الى هذه المنازله التي فيها من الذل وفيها الكثير من المهانه حتى على المستوى الشخصي، اضافه الى ان العمليه السياسيه زرعت في نفوس الجميع الفساد، وهذا الفساد افسد ضمائرهم الى حد تركوا حتى لا المحاصصه الطائفيه ولا دعنا عنه ذهاب الهويه الوطنيه، الا انه حتى هذه المسائل بقت تكون لها اولويه على اي حسابات اخرى حتى من باب المناكفه او الوقف بالند مع الاخرين، فبالتالي اخذ الطمع والفساد يغطي نفوسهم ويغطي العمليه السياسيه برمتها بما فيها ذلك، وبالتالي ايران تستخدم اذرعها الباقيه لاذلال هذه المجموعه لصالحها، فبالتالي كل العمليه تدار من قبل ايران، فلذلك من هنا ياتي الفشل، اضافه الى هناك مناطق يعني مسائل مهمه جدا يجب تسليط الضوء عليها، انه هذه المجموعات يعني تفتقر حقيقه الى شخصيه ممكن ان تقود هذا العمل او تحرك باتجاه اخر، وليش؟ لانه الايرانيين يشككون باي شخص لا ياتي وفق المنهج الايراني او الرغبه الايرانيه في السياسه الداخليه العراقيه التي تكون ضمن استراتيجيه ايران في العراق، فبالتالي هذه المجاميع هي فشلت لانها بالاصل هي تنازلت عن كثير مما يحق لها او حتى في التوصيف المحاصصاتي او الطائفي او شيء اخر. نعم، طبعا احنا ما زلنا بانتظار ان يلتحق وينضم لنا الدكتور ايمن العاني من عمان، الضيف الثاني في حلقه الليله من طاوله حوار، هو ليس جاهز الان بسبب يعني مشكله تقنيه. جاهز؟ اهلا دكتور ايمن، السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله اخي ماجد، حياكم الله. اهلا وسهلا. كنا نتحدث مع ضيفنا من كوبنهاغن الاستاذ عبد الله سلمان بخصوص ما ورد في التقرير من الفشل المزمن والمتكرر لما يسمى بالتيارات او الاحزاب السنيه في اختيار او الاتفاق على اختيار شخصيه معينه لرئاسه البرلمان، هذا المنصب شاغر منذ 8 شهور. الحقيقه هناك مفارقه وفق المحاصصه الطائفيه، هذا المنصب من حصة بين قوسين السنة، لماذا يجب أن توافق عليه على المرشح حتى يتولى هذا المنصب؟ توافق عليه الأحزاب والكتل الشيعية والميليشيات ابتداء، وإذا لم تحصل الموافقة لن يصل إلى هذا المنصب أي شخصية، مع العلم هو وفق المسار المحاصصة من حصة السنة. نعم أخي الكريم، هذا طبعا تحية لك وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. حقيقة الأمر للتفصيل، يعني هو أولا نظام المحاصصة أصل الفساد وأس المشكلة ومنبع ما وصل إليه العراق في بسبب نظام المحاصصة ونظام المحاصصة المجحف أيضا، هذه أولا. ثانيا، حقيقة الأمر المناصب التي تم الاتفاق عليها، مثلا رئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني وغيرها، هذه يعني الحقيقة هذه توافقات لأنها عملية محاصصة وتشارك في مسألة الاستفادة كما يقول من الكعكة العراقية ونهب المال العام، هذا كله حقيقة الأمر جميع المشاركين بالعملية السياسية هم شركاء متكافلون متضامنون بهذا الموضوع،
فإحنا للتأصيل يعني هذا الكلام اللي نتحدث عنه هو للتأصيل عن المشكلة الأساس في هذا الأمر. أما لماذا يجب أن توافق عليه؟ فهذا لأنه المحاصصة أولا، ولأنها محاصصة مجحفة ثانيا، أصبح الطرف الضعيف في هذه المعادلة هم العرب السنة. أولا لأنها لأن النسبة بإجحاف فرضت عليهم، ثانيا وصموا بالإرهاب وهذا الأمر معروف، فأصبح المكون بحالة استهداف واستهداف ممنهج، والآخر لا يمكن أن يقبل الطرف الآخر معاه لأنه استفرد في السلطة وتحكم ب يعني مقدرات البلاد وثروات البلاد إلى الدرجة التي طبعا لا يخفى على أحد الميليشيات اليوم ومنذ يعني منذ تولي المالكي إلى اليوم الميليشيات هي المسيطرة والمهيمنة على القرار السياسي في العراق بين قوسين طبعا. فهذا النظام الأساسي هو الذي الفاسد، هو الذي لا يمكن أن ينتج عنه إلا أمور تدخل البلاد في هذه الدوامات وهذه المشاكل والمشاكل التي يعني يلد بعضها بعضا. فهذا المرحلة القادمة كما هي المرحلة السابقة ستستمر الفوضى، تستمر فوضى السلاح طبعا، تستمر الأمور على ما هي عليه بشكل يعني ممكن أكثر قتامة حقيقة، لأنه المعطيات هي يعني نفس المعطيات، والبلد ماض في يعني إلى المجهول. اليوم كل السياقات وكل الاعتبارات التي تحدد وضعية البلد هذا كله يعني لا يمكن أن نعم. تكون إلا البلد في حالة ضياع والبلد في حالة أشكرك دكتور واضح. أستاذ عبد الله، الحقيقة التقرير أيضا تحدث أنه اللغة الطائفية بين السياسيين سياسي العملية السياسية أيضا تم استدعاها من جديد، وهي طبعا حاضرة لكن أحيانا يعني تعلو هذه النبرة وأحيانا تخفض حسب المتطلبات وحسب الظروف. اللغة الطائفية يعني حقيقة هنا عادت كما يقول التقرير عبر جدل مفتعل ومصطنع بشأن القوانين والتشريعات، والغاية الحقيقة هو لإلهاء أو التشويش لإلهاء الرأي العام والتشويش على ما يجري في العراق من فشل وانهيار. تعتقد أن هذه اللغة الطائفية الآن فعلا ستشغل الرأي العام وتلهيه عما يجري في العراق من فشل وإخفاقات وانهيار على كل المستويات؟ حقيقة يعني تيارات السلطة الأساسية اعتمدت الإعلام واعتمدت الدرائع واعتمدت كثير من البرامج السياسية لإشغال المجتمع العراقي عن المصير المظلم الذي ينتظره. بالتالي هم يتوقعون أن يحاولون إدخال الشعب العراقي بمرحلة مثل ما تفضل حضرتك أنه الصوت أحيانا يعلو وأحيانا يخفض بالطائفية، إلا أنه لا يستطيعون نهائيا الوصول إلى طائفية مجتمعية حقيقية، أنهم يحاولون أن يفرضوها بالتأكيد والغاية من عندهم لنتيجة الفشل المتراكم بالعملية السياسية وفشل اقتصادي وسياسي وأمني على متراكم. فأصبح الفشل يعني متلازم مع كل عملي مع كل تصرفاتهم، فيحاولون إلهاء المجتمع العراقي بهذه الطائفية، إلا أن هناك نفور تماما من المجتمع العراقي على هذه التصرفات. وهم يعني يحاولون جهدهم كان ترسيخ هذه بطريقة أو بأخرى. فبالتالي عندما يناقشون ويحاولون أن يفرضوها من خلال قوانين ومن خلال القوانين الأحوال المدنية وفرض يعني ما أعرف هذه القوانين المدنية بحقيقة متخلفة جدا بالقدر الذي يعني يعيش المجتمع وتطلعاته
حياة مدنية وحياة مواطنة. فبالتالي هذه الإجراءات التي تتخذها الميليشيات هو فعلا محاولة للتغطية على الفشل، وأيضا محاولة الدوران الفارغ في نفس العملية، لأنه ليس لديهم ما يقدموه شيء آخر، لا من المجال الفكري ولا من المجال السياسي ولا من المجال الاقتصادي أن يقدمون شيء للمجتمع، خصوصا الجانب الصحي المتدهور بشكل كبير بالعراق. فبالتالي هذه المسائل يحاولون إشغال المجتمع عنها، ولكن يعني المجتمع يعرف تماما أنه القانون المدني العراقي عام 59 يسمح لكل المذاهب أن تتصرف وفق قناعاتها. يعني المتكلم عقد زواجي في محكمة مدنية في شارع السموئيل على المذهب الجعفري في عام في 79. فبالتالي هذه يعني هذه موجوده في القوانين العراقيه. لا تذكر تواريخ حتى مو تبين عمرك، وهذا احنا ما نريد يعني بدون تواريخ بدون تواريخ. تفضل. اشكرك. شباب ان شاء الله شباب يا رب. فبالتالي هذه يعني هو القصد من عنده، انه هناك يعني القصد منه هناك ثوابت قانونيه موجوده في المجتمع العراقي. نعم. لا تحتاج الى هذه التغييرات، موجوده في القانون. خليني اسال في انا اشكرك على هذا على هذا الايجاز. ما دام انه المجتمع الان والراي العام العراقي يعني الحقيقه كشف اللعبه، هذه لعبه اللغه الطائفيه ما عادت تنطلي عليه، لن يعطي اذنيه لهذا الخطاب الطائفي، لماذا الكتل السياسيه والقوى السياسيه مصره على تسويق هكذا خطاب ما دام ليس له مشترون في المجتمع العراقي؟ انا السؤال استاذ عبد الله اشكرك استاذ ايمن. لا مع استاذ عبد الله. انا استاذ عبد الله عفوا أي. نعم هم يحاولون جهد امكانهم بكل الوسائل يعني ادخال المجتمع الى تناحر طائفي، ويعتقدون انه يعني اليوم نحن نعرف انهم هيمنتهم على التعليم وعلى كثير من البرامج التلفزيونيه، يحاولون ادخال هذه العمليه الطائفيه داخل المجتمع، لكن المجتمع يعاني من أزمات أخرى لا يهمه هذه الموضوعية الطائفية، لأنه ليس ببال المجتمع أن يختلق مشاكل طائفية وهو عنده مشاكل أكثر منها بكثير، مشاكل الصحة والاقتصاد والأمن وغيرها. وبالتالي لا يذهب المجتمع إلى ما يريدون، فلذلك يكررون هذه العملية وغيرها باتجاهات تخدم مصالح إيران بالدرجة الأولى، لأنه الهدف الأساس في كل هذه العملية سننتظر في يوم من الأيام بعد هذه الدورة أو الدورة القادمة البرلمانية سيكون هناك تشريع، وهذا عملوا عليه في زمن فترة عادل عبد المهدي، لكن ثورة تشرين أطفأت هذا المشروع، وهو أن يوافق البرلمان العراقي أن يكون العراق طائفيا تابع إلى ولاية الفقيه من داخل قبة البرلمان، وبالتالي هذا يعني انعكاس كامل لكل سياسة العراق الداخلية والخارجية تتبع ولي الفقيه، وهي هذه ما يهدفون إليه بكل هذه الإجراءات وكل هذه القوانين وكل هذا الحشد التحشيد الطائفي، وجعلهم يعني يحاولون أن يقسموا المجتمع على هذا الأساس حتى يبقى المجتمع رهينة إيران ويحقق طموحات إيران التي تدعي أن العراق جزء من أراضيها. دكتور أيمن، التقرير الحقيقة تحدث أنه النظام السياسي في العراق انتقل من حالة الطائفية السياسية إلى حالة تمكين الطائفية المجتمعية تحت مظلة القانون، هذا ما جاء في يعني في متن التقرير السياسي. ما هي مؤشرات هذا الانتقال أو التحول من طائفية سياسية إلى طائفية مجتمعية؟ أخي الكريم، ما سبق هذا القانون طبعا هنالك حلقات لهذا الانتقال، لكن هذا القانون هو حلقة من حلقات الانتقال. الطائفية في العراق على الرغم من كل التدخلات والضغوط والدفع والإمكانات التي سخرتها سواء أمريكا أو إيران في العراق لإذكاء الطائفية وتأجيجها والعمل على أوتارها، هذا الحقيقة كله لم يعني كان الشعب العراقي
بمستوى من الوعي تجاوز هذه المسألة واقتصرت الطائفية على المسألة الحزبية السياسية في تحديد الشركاء في هذه العملية السياسية المبنية على المحاصصة. فهذه المحاولات لنقل هذه الطائفية، المشكلة في القانون، في قانون الأحوال الشخصية أو المدنية، هذا أنه يكرس للانقسامات الطائفية بشكل مقيت. يعني اليوم كما تفضل الأستاذ الضيف أنه احنا لسنا بحاجة لهذه التعديلات، والأمور القانون الذي لدينا خدم العراق أكثر من 6 قرون متتالية وحفظ حقوق الناس والكل متوافق عليه، ولا يعني لا يفرض على أحد شيئا معينا ولا يمنع عن أحد شيئا معينا، بالعكس هنالك حرية في الاختيار هنالك. لكن ما كان العراق بشكل وحدة واحدة والشعب العراقي وحدة واحدة، ولا يمكن لأحد أن يقول هنالك مذهب سني ومذهب شيعي وما إلى ذلك. لكن بهذا القانون يدق إسفين الانقسام المذهبي المقنن وفق هذا القانون، وينقل البلد من يعني التوحد والوحدة الواحدة إلى التمذهب والتشظي والتفرق. فهذا هي هنا يعني هنا العلة. ولأنه وفق المحاصصة السياسية كان الطرف السني هو الأضعف، فهنا سيكون الضحية هو الطرف السني، وستكون التهجمات على الطرف السني، وستكون الاتهامات على الطرف السني. وكأنه يعني حتى بدأ يعني شذاذ الآفاق يتداخلون بأمور يحاولون النيل من الفقه الإسلامي السني باعتبار أنه في أمور معينة يذهب مذاهب معينة. وكذلك هنالك محاولات للطعن في الـ أو التهجم على المذهب الشيعي. فهذا كله مثار للاحتجاجات ويمس حياة الناس، كل الناس، يعني حتى من ليس بين قوسين ليس متدينا في مسألة الزواج والطلاق وما إلى ذلك يلجأ إلى الجانب الديني، لأنه هو الذي يحفظ الأنساب، هو الذي يحفظ الحقوق، هو الذي يخدم المجتمع ويحافظ على السلم المجتمعي بكل تفاصيله وحقيقة بشكل دقيق. لكن الذي يحصل الآن في ظل عملية سياسية مبنية على طائفية محاصصة طائفية مجحفة سيكون هنالك مشاكل، ومشاكل كبيرة تؤدي إلى انقسامات مجتمعية ومشاكل ممتدة ستكون تؤدي إلى تفكك أسري، إلى تشرذم المجتمع، إلى تدري يعني الأسرة هي النواة لهذا المجتمع. فمتى ما استهدفت الأسرة بهذا الشكل سيكون استهداف المجتمع بشكل مؤكد. فهذا هو العلة الوحيدة، وإلا كل النصوص لا يمكن لأحد أن يأتي بنص شرعي ليس موجودا. لكن لماذا بهذا التوقيت؟ لماذا بهذه وفق هذه المعطيات؟ لأنه يراد أن يكون الغلبة لطرف دون آخر، والتأجيج بهذا الاتجاه طبعا هذا لنشر مزيد من الفوضى، يعني فسح المجال لتمرير المزيد من المشاريع الخارجية، ويكون الشعب بمنأى عن ذلك، لأنه يتم بين قوسين إلهاء بهذه الأمور. أشكرك. بالإذن من الضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار.
تسلط الضوء هذه الحلقة على التقرير السياسي الجديد الذي أصدره قسم حقوق أو القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. بعد الفاصل نعود ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة وتسلط الضوء على التقرير السياسي الجديد الذي أصدره قسم حقوق القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. ضيفا الطاولة الدكتور أيمن العاني والأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، أيضا في ورد في التقرير أن السلطات الحكومية أفرجت عن ضابط من قوات تدخل السريع اسمه عمر نزار، متهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون في الناصرية عام 2019 ضد متظاهرين سلميين، وقتل منهم عدد من المتظاهرين بعد ما كان قد حكم عليه وبقرار من الحكومة أو من رئاسة الجمهورية، يعني أطلق سراحه وأسقطت كل التهم الموجهة إلى وعاد على رأس يعني عمله. هذا الإجراء الحكومي إلى ما يؤشر؟ حقيقة هذه الإجراءات تؤشر على أن هناك يعني فاصل كبير أو تناقض كبير ما بين القانون وما نص القانون وتطبيقاته، لأنه ما جرى في تشرين واضح أنه اعتداء وقتل متعمد للمتظاهرين سلميين أرادوا حقوقهم المدنية الطبيعية في أي مجتمع يعني. ولكن هذه العملية الإجرامية تدلل على أن القوة النافذة في السلطة هي التي تحمي القتلة وهي التي تطوع القانون مثل ما تريد. يعني القانون دائما عناوينه براقة ومواده براقة، إلا أن التطبيق هو الفاصل في عملية أنه هذا القانون صادق أو غير صادق. يعني هذه الإجراءات بالتأكيد هي انتقائية وفق هيمنة الميليشيات على الدولة على الحكومة ومفاصلها وتطبيقات القانون وغيره. يعني القانون الذي يعني نناقش موضوع آخر ضمن هذا من سؤالك أخي الكريم، هم في قانون الإرهاب اللي رقم 13 سنة 2005 وجد خمس مواد. المادة الثانية تقول دعني أقرأ النص أفضل لأن هذا نص قانوني، يقول تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية. الفقرة 4 من المادة 2 تقول العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتعريض أو التمويل. كل هذا انتهت الفقرة. هذا معنى أنه كل من يقوم بهذا هو إرهابي. ماذا تفعل الميليشيات وهل تشرين أو غيرها أو المعارضين السياسيين للعملية السياسية قاموا بهذه الأفعال أم القوى التي تدير العملية السياسية الميليشيات هي التي تقوم بهذه الأفعال؟ لماذا لا تطبق عليها هذه القوانين هذا القانون، وإنما فقط عندما يعتقد معارض سياسي في رأيهم أو من طائفة أخرى رأسا يذهبون به إلى المادة 4 من نفس القانون وهو ما يسمى 4 إرهاب، أي حكم بالإعدام وغيرها من التفاصيل الأخرى. هذا التناقض هو يعني هوية الدولة وهوية الحكومة وأطرافها السياسية، وخصوصا الإطار الذي يهيمن على السلطة بتوجيه من إيران. هذا هو نوعية النظام السياسي وهذا هو تطبيق القانون بهذا التناقض الصارخ. نعم دكتور أيمن، التقرير أيضا تحدث عن تواصل حملة الإعدامات الجماعية ضد المعتقلين لدوافع طائفية ودوافع طبعا أخرى غير يعني إنصاف الضحايا وإقرار العدالة. هذه الحملات من الإعدامات الجماعية إلى أين ستقود
الدولة والمجتمع، هل سترسخ وتؤسس لمنظومة أمن حقيقية في العراق؟ هي طبعا هذه الحملات الإعدام الجماعية هي حملات تعلم جنابك ويعلم الجميع أنها وفق قرارات صدرت من محاكم تفتقر لأبسط مقومات العدالة، محاكم منعت أو لم تسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم. هنالك الكثير من المتهمين الذين لا يعلمون حتى أسباب اعتقالهم. فحقيقة الأمر منذ اللحظات الأولى للاعتقال هنالك إجراءات تعسفية وغير قانونية بنفس الوقت تطال المدنيين على أساس طائفي انتقامي على أساس سياسي، فهذا طبعا وينسحب ذلك على إجراءات التحقيق والاحتجاز والتوقيف وكل هذا الأمور. والقضاة في أغلب الأحيان يتجاهلون ادعاءات المتهمين بتعرضهم إلى التعذيب والتعذيب الوحشي، بل هنالك من رأى علامات التعذيب بأم عينه لكنه تجاوز ذلك وكأنما جاء يعني يعلن قرارا تم اتخاذه مسبقا في إعدام هذا الشخص أو ذلك المعتقل. فبالنتيجة هي كلها يعني أمور انتقامية، لكن مع الأسف الشديد هذه الأمور تخدم السياسة يعني نشر الفوضى، سياسة نشر الفوضى في البلاد التي عملت عليها سلطة الاحتلال واستمرت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة. فهذا كله حقيقة يعني لا يمكن أن يكون له سيادة في القانون، لا يمكن أن يكون تطبيقا شكل من أشكال تطبيق العدالة، لا يمكن أن يؤدي إلى إنصاف الضحايا، على العكس يزيد من أعداد الضحايا والقتلة الحقيقيون والفاسدون والفاشلون، طلقاء يسرحون ويمرحون بالبلاد بغطاء رسمي وحماية من قبل السلطات الحكومية. ومن يدفع الثمن هؤلاء الضحايا يعني الذين ليس لهم من الأمر شيء، يعني اليوم الشعب ليس له قابلية أو إمكانية للرد على هذه التجاوزات الحكومية، لا سيما أن هنالك سوء نية واضح من قبل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الأمور التي تخص الشعب، ولا سيما ملف السجون وملف المعتقلين. وهذا بإجماع دولي أنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يعني لا أتحدث هنا عن حملات الإعدام ولا أتحدث هنا عن مسألة التعذيب أخي، لننظر إلى مسألة الاكتظاظ في السجون. نعم. لننظر إلى يعني تخيل هنالك الكثير من المعتقلين الذين بشهاداتهم يقولون بتنا نبحث عن حقنا في التنفس، في تنفس الهواء داخل المعتقلات، لأنه أصبح يعني ضرب من ضروب الرفاهية في ظل سجون تشرف عليها الميليشيات، وهذه الميليشيات الراغبة في المزيد من قتل والمزيد من التنكيل والمزيد من النيل من هؤلاء المعتقلين. ونتحدث هنا طبعا عن عشرات الآلاف من المعتقلين، يعني العراق اليوم يحوي أكثر من ثلث عدد المحكومين بالإعدام في العالم. يعني تخيل المأساة الكبيرة التي يعني وقعت على هؤلاء، على هذه الفئة المجتمعية الضعيفة المسلوبة الحرية والمسلوبة نعم. الإرادة. وبالتالي لا يمكن لهذه الحملات نعم. إلا أن تؤدي إلى المزيد من المشاكل المجتمعية
ونسف واضح. مقتضيات الأمن المجتمعي. نعم أستاذ عبد الله، أيضا تحدث تقرير أن إيران التي تدعي أنها تقود محور للمقاومة والممانعة وأيضا في وحدة الساحات فيما يتعلق في الصراع مع يعني إسرائيل، الحقيقة اعتبر التقرير كل هذا الدور الذي تقوم به إيران هو والخطاب أيضا السياسي والإعلامي هو مجرد أيضا إلهاء المرحلة المتطلبة، والدور إيران في هذا المحور في هذه الساعة الحقيقة الدور يعني ممسوك مسيطر عليه ولا يمكن أن تتجاوزه لهذا الدور بحكم قواعد أو سياسة التخادم والتبعية لإيران. دقيق هذا التحليل؟ بالتأكيد. قبل أن أجيب على سؤالك أخي الفاضل، نعم. تعقيب لما تحدث به الدكتور أيمن العاني، نعم. أن هذا قانون الإرهاب الذي وضع 2005 إبان فترة الاحتلال المباشر بتواجد القوات الأمريكية والإشراف على القانون وغيره، وتم اعتقال الكثير من المقاومين العراقيين الأصلاء على بناء على هذا القانون. فإن دعت الأطراف التي تدعي أنها مقاومة وأيضا له صلة بنفس سؤالك أيضا دعت أنها هي مقاومة، لماذا لا تطلق سراح من قاوم الأمريكان بتلك الفترة وحكم عليه بالإعدام وينتظر الإعدام؟ هذا التناقض اللي موجود. أما بالنسبة إلى سؤال حضرتك بخصوص إيران، فإيران بالتأكيد لها مصالحها وتتخادم مع إيران مع أمريكا بشكل يعني أصبح علني، المفاوضات العلنية أصبحت معروفة لدى كل الأطراف السياسية العربية والإقليمية والدولية أن هناك تخادم إيراني واضح، وأما أن تستخدم محور مقاومة وغيرها هذه كلها لتحقيق مصالح إيرانية استراتيجية بالمنطقة، لأنه بشكل عام كل مقاوم بالعالم له قاعدة أخلاقية وأن يكون عادل ونزيه، لكن كل الأطراف التي تعمل مع إيران باتجاه باسم المقاومة أنها لا تملك لا عدالة ولا نزاهة وتفرقة وقتل طائفي وسرقة أموال البلاد في العراق وفي اليمن وفي لبنان والهيمنة على القرار السياسي والضغط على المجتمع، فبالتالي هذه هي إيران وهذه هي هويتها الحقيقية تأتي من خلال الصورة الكاملة هي مع أذرعها على هذا التناقض الذي تدعي به أن هي تحاول أن تجيب المقاومة. لماذا لم تقوم بالرد على إسرائيل؟ لأنها تفاوضت مع أمريكا وتقاسمت كثير من النفوذ السياسي في المنطقة، في المستقبل القريب ستكون النتائج واضحة منها الانفتاح الاقتصادي، وهناك تقرير أمريكي يقال أنه تم تسريب أموال عديدة إلى إيران، فبالتالي هذا التناقض الموجود في السياسة الإيرانية دائما يخدم مصالحها الشخصية الأنانية في التوسع في المنطقة. إيران تعتمد سياسة الإعلام على أنها مقاومة لكن أهدافها هو الاستحواذ والنفوذ في المنطقة، مؤكد 100%. نعم الحقيقة هناك نقطة قفزنا عليها في الجانب الحقوقي وهي مهمة جدا لا يجب أن نقفز عليها عموما. السؤال لدكتور أيمن العاني، تحدث التقرير عن ثمة مكاسب ومغانم سياسية يعتمد عليها أو يسعى إليها تسعى إليها الكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية من عملية تسويق إنهاء أو إغلاق ملف النازحين في خاصة في شمال العراق، وهو طبعا خطوة تراجعت عنها لأسباب يعني أسباب أخرى خارج يعني إرادتها. ما هي المكاسب أو المغانم السياسية التي تسعى إليها أو تحاول تحقيق الكتل السياسية على حساب ملف إنساني بالغ الصعوبة ومعاناة أناس ملقون في مخيمات اللجوء منذ أكثر من 10 سنوات؟ أخي الكريم، هذا طبعا الملف هو ملف المختفين قسريا وملف المعتقلين في السجون وملف العفو العام، هذا كله حقيقة في ظل حكومات الاحتلال تم استغلال هذه الملفات استغلالا بشعا استغلالا دنيئا في سبيل
الحصول على مكاسب سياسية في سواء بالانتخابات أو في الهيمنة وبسط النفوذ على هذه المنطقة أو تلك. وطبعا بالمقابل اليوم أزمة النزوح تدخل عامها 11 في العراق، طبعا أزمة النزوح الكبرى، هنالك أزمات منذ بدء الاحتلال بدأ النزوح في العراق، وبدأنا نسمع عن النزوح وعن اضطرار الناس إلى ترك منازلهم وترك ممتلكاتهم والنجاة بحياتهم وحياة أسرهم. فهذا يعني الحقيقة الأمر يعني ظلم مركب يتعرض له. طبعا هنا للتشخيص أكثر من 95% من النازحين هم من العرب السنة، هذا للتشخيص فقط. طبعا هنالك أكثر من 320 مدينة وبلدة وقرية أهلها ممنوعون من العودة إليها، فهنالك يعني أسباب كثيرة تدعو إلى العمل على هذا الملف بشكل، لكن في ظل الحكومات التي تستغل هذه المأساة الإنسانية استغلالا بشعا لأغراض سياسية، طبعا كما ذكرت للوصول إلى مصالح شخصية، للوصول إلى الهيمنة على المناطق، للوصول إلى الوصول إلى قبة البرلمان، هذا كله طبعا على حساب، نحن نتحدث هنا عن عشرات الآلاف من العائلات النازحة. اليوم لدينا أكثر من 2,600,000 شخص عادوا إلى مناطق، يعني تركوا مخيمات النزوح لكنهم يعيشون اليوم نزوحا آخر بشكل آخر، لأنهم لم يستطيعوا العودة إلى مناطقهم إما لأسباب أمنية أو أسباب خدمية. فبالنتيجة يعني مأساة مركبة، ظلم مركب، وهذا كله يجري طبعا في ظل حكومات فاقدة للأولويات الوطنية وتتصرف كأنها يعني، وهي هاي حقيقتها حقيقة، أنها لا تنتمي إلى الشعب لا من قريب ولا من بعيد ولا يهمها الموضوع. يعني اليوم في كل أزمة شتاء، في كل فصل شتاء، في كل فصل صيف، هذا يعني صار لنا أكثر من 10 سنوات مأساة متكررة يتعرض لها. وبالمقابل طبعا هنالك تضييق على الجهد الإغاثي بشكل واضح، وابتزاز للجهات التي تقوم بإغاثة هؤلاء المقهورين والمظلومين والمطرودين من مناطقهم بقوة سلاح الميليشيات وبقوة السلطة الحكومية، لكن مع ذلك يجري التضييق عليهم ومنع الكثير من حملات الإغاثة التي يعني توجه إليهم، بل يعني يطالبون بأموال طائلة مقابل خدمات بسيطة تقدمها الجهات الإغاثة الفاعلة في العراق. لكن مع ذلك فلذلك أقول أنه لا يمكن أن نتعامل مع حكومات الاحتلال بحسن نية، لأنها أثبتت والأيام أثبتت أنها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من المأساة والمزيد من القهر والمزيد من التراجع على جميع الصعد، نعم، سواء الشعبية أو العلمية أو الصحية أو حتى الأمور الأخرى، لا سيما طبعا أزمة الفئات المجتمعية الضعيفة، وخاصة طبعا هنا نتحدث عن النازحين. أستاذ عبد الله سلمان، حقيقة التقرير تحدث أنه المحور الإيراني انتقل من ترسيخ نفوذه وتعزيز قواعده وهيمنته في العراق إلى مرحلة تهديد دول الجوار العراق والمنطقة عموما، بل والاعتداء مباشر عليها. هل من دلائل أمثلة على هذه الاعتداءات على دول جوار العراق؟ حقيقة يعني نحن نعرف أنه الأذرع الإيرانية والميليشيات في العراق تحديدا هي جاءت وفق يعني مخطط إيراني، فسياستها وتنظيمها تنظيم إيراني، وكل ما تتحرك به هو إيراني. هناك فعلا اعتداءات كثيرة
يعني تهديد للسعودية وتهديد إلى الكويت وتهديد حتى للبحرين، ونحن سمعنا تهديد ضد الأردن. هذه التهديدات بالتأكيد هو يعكس هناك تحول استراتيجي في السياسة الإيرانية الخارجية نحو التصعيد والمواجهة، ويشير إلى عزم إيران على بسط نفوذها أوسع في المنطقة. وبالتالي انعكاسا هذا، لأنه إيران حاولت أن حققت كثيرا من النجاحات في السياسة الخارجية لها في التعاون في الاتصال مع الدول العربية وخصوصا السعودية ودول الخليج ومصر وحتى الأردن تحاول تسعى إليه. فبالتالي هذه السياسة النائمة والضغط العسكري الذي من أذرعها بتوجيه إيراني، فإذا ما عاتبت هذه الدول إيران على أن أذرعك قامت بالتحرش بنا، نعم نستطيع أن نمنعهم، ولكن نريد كذا وكذا وتحقق ذلك نفوذها السياسي. فهذا هو الحقيقة، يعني سياسة إيران وتوجهها الاستراتيجي للمنطقة. أنا أعتذر من عندك أستاذ عبد الله، لأن الوقت حقيقة ضيق وعندنا نقطة لازم نحولها ونسأل عنها ضيفنا الأستاذ أيمن العاني، وأيضا باختصار دقيقتين. هناك مكاتب للحوثيين أصبحت في بغداد بحماية ورعاية ودعم الميليشيات، هذه الخطوة ما هي مخاطرها على العراق وعلاقته بالجوار العربي بوجود ميليشيات؟ طبعا هناك أيضا مكاتب لما يسمى المعارضة البحرينية وأيضا الحوثيين وغيرها من المعارضات ذات العناوين الطائفية موجودة في بغداد. الحقيقة أخي يزاد على ما تفضلت به، مثلا مسألة التحاق الباكستانيين و يعني الآلاف منهم حقيقة في هذه الميليشيات، والغرض منه هو يعني توسيع قاعدة النفوذ الإيراني في العراق وفي المنطقة، لأنه تعلم جنابك هذا طبعا يشمل العراق ويشمل سوريا واليمن، فهنالك يعني تعزيز لهذه القواعد سواء في العراق أو في غير العراق، وطبعا الإيغال في هذا النفوذ والسيطرة والهيمنة والاستحواذ على القرار سواء السياسي أو الأمني، بالنتيجة سيأخذ المنطقة العراق طبعا البلد والمنطقة إلى ما يخدم الحالة التخادمية الأمريكية الإيرانية في تدمير ممنهج للبلدان العربية المعنية بمقومات النهوض العربي، وبنفس الوقت هو يفسح المجال أكثر وأكثر للكيان الصهيوني في التوسع والانتشار في المنطقة طبعا، ويفتح الباب إلى أمور أخرى. هنالك طبعا حالة توافقية تخادمية وتحالف مفترض، يعني لنسميه تحالفا مضطربا بين الحكومة في طهران والحكومة في تل أبيب والحكومة في واشنطن في سبيل هذا الموضوع، حتى تكون هنالك سير في هذا المشروع التخادمي حقيقة لهؤلاء الأطراف على حساب الشعوب العربية وطبعا البلدان العربية بالنتيجة. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وضيفنا كان معنا طبعا من عمان، وضيفنا الآخر الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، كان معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عبر سكايب في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.